بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في عصر اليوم 29 من شهر رمضان لعام 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 50، الواجبات المالية. سئلت عن الواجبات في مال الإنسان الذي يملكه، وهل لذلك حد في الشرع، وما مقداره وصفته؟ فأجبت بأن الشارع بين للعباد كل ما يحتاجونه، وخصوصا الواجبات التي هي أهم المهمات، والواجبات على القلب، والواجبات على البدن، والواجبات من الأقوال والأعمال. وكذلك وضح الواجبات المالية توضيحا تاما مجملا، فأمر بأداء الحقوق المالية وحث عليها، ومدح القائمين بها وذم المانعين لها أو لبعضها، وفصل ذلك بذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة وشروطها ونصوبها ومقدار الواجب فيها، وهذا أعظم الواجبات المالية. وفصل ذلك ما في المال من النفقات على النفس والأهل والعيال والمماليك من الآدميين والبهائم، وبين أيضا وجوب الوفاء بالعقود والمعاملات على اختلاف أنواعها وتباين أسبابها، وبين ما يتعلق بالمال من الحقوق العارضة بأسبابها كبذل النفوس والأموال المتلفة بغير حق، وما فيه من الحقوق العارضة لغير الحاجة، وما فيه من الحقوق العارضة لحاجة الغير من ضيف ونحوه أو لاضطرار لغير ما وجب مواساة المضطرين ودفع اضطرارهم. ومن ذلك إلزام الناس بالمعاوضات التي تجب عليهم، فإن إلزام الناس بالمعاوضات والتسعير عليهم فيها منها ما هو ظلم محرم، كإكراههم على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباحه الله لهم، ومنها ما هو عدل مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضات بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، ومثل التسعير على العمال ومن يحتاج الناس إليهم، ومنعهم من أخذ زيادة الفاحشة كما يمنع الناس من هضمهم لحقوقهم. ففي أمثال هذه المسائل على الناس مراعاة العدل ومنع أسباب الظلم، وهذه الأمور منها أشياء واضحة لكل أحد، ومنها أشياء يكون فيها اشتباه والتباس يجب أن تحقق وتفحص فحصا تاما، يجب أن تحقق وتفحص فحصا تاما ليعرف مرتبتها. فما دامت مشتبهة فالأصل تحريم أموال الغير، والأصل إبقاء الناس على معاملاتهم واحترام حقوقهم حتى يتضح ما يوجب الخروج على هذا الأصل لأصل شرعي أقوى منه وأولى. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 50، وهي في الواجبات المالية، وذكر رحمه الله أنه سئل عن الواجبات في مال الإنسان الذي يملكه، وهل لذلك حد في الشرع، وما مقداره وصفته. قال: فأجبت بأن الشارع بين للعباد كل ما يحتاجونه، وخصوصا الواجبات التي هي أهم المهمات، الواجبات على القلب، والواجبات على البدن، والواجبات من الأقوال والأعمال. نبه المصنف رحمه الله في هذه الفائدة إلى أن هذه إجابة له عن هذا السؤال، وهو: ما الذي
يتملكه الإنسان وما حد ذلك وما صفته، وبين أن الله عز وجل بين كل ما يجب على العباد مما يتعلق بأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال البدن والواجبات من الأقوال والأعمال، وذلك أن الإيمان يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة، إما أعمال القلوب أو أعمال الجوارح وإما أعمال اللسان. فالله عز وجل لم يترك هذه الأمة هملا، وإنما بين لها شرعها ودينها، فشرع لنا هذا التشريع العظيم الذي لا يمكن للأنظمة البشرية أن تأتي بمثله. فما فرط الله في الكتاب من شيء، بين لنا النظام المالي في الإسلام، وبين لنا الحقوق، وبين لنا الميراث، وبين لنا حدود حتى الصدقة وما ينبغي للإنسان أن يتصدق به عند موته، وأن هذا لا ينبغي أن يتجاوز الثلث حتى لا يبدد بعض الناس أمواله ويترك أهله وأولاده فقراء. وأمرنا بالنفقة وحثنا عليها، وأن نكون على اقتصاد، يعني بين الإسراف والتقتير. كل ذلك بينه الله عز وجل وفصله في كتابه، والمؤمن يرضى بما شرع الله له وما بين له في كتابه، فلا تحمله نفسه على التصرف في هذه الأموال بغير ما شرع الله عز وجل. قال: وكذلك وضح الواجبات المالية توضيحا تاما مجملا. الكلام الأول كالمقدمة جعلها المصنف رحمه الله للموضوع. قال: وكذلك وضح الواجبات المالية توضيحا تاما مجملا، فأمر بأداء الحقوق المالية وحث عليها، ومدح القائمين بها وذم المانعين لها، ثم بدأ يفصل في هذه الحقوق، وأن منها الزكاة. بين الله عز وجل الزكاة، وبين الأموال الزكوية التي تشرع فيها الزكاة، وبين الأنصبة التي إذا بلغها المال وجبت الزكاة فيه، وبين متى تخرج الزكاة وأنها بحلول الحول. وهذه الزكاة متنوعة، منها زكاة الفطر وهي زكاة عن النفس، ومنها زكاة الأموال، وزكاة الأموال النقدية، وزكاة عروض التجارة، وزكاة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وكذلك زكاة الزروع والثمار. كل ذلك بينه الله عز وجل. وكذلك بين النفقات التي تجب على الإنسان في نفسه وأهله ومن يعول، وأن هذه من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على العباد. وكذلك بين الحقوق، بين العقود والمعاملات على اختلافها التي يتعامل الناس بها، كعقود الإيجار، وكذلك العقود الأخرى كالشركات وغيرها. وبين أيضا الحقوق العارضة، قال: كبذل النفوس والأموال المتلفة بغير حق، إذا تسبب الإنسان في إتلاف شيء ليس له فإنه يجب العوض، وهذا العوض يقدره القاضي عند الخصومة أو يرجع فيه إلى أهل الخبرة، بحيث لا تذهب الأموال وتتلف. الإنسان فيما بينه وبين الله يذنب، لكن إذا أراد التوبة يتوب ويتوب الله عليه. أما حقوق العباد فذكر العلماء للتوبة منها شرطا زائدا على التوبة فيما بين العبد وبين ربه، وهو أن تؤدى الحقوق، ما يأخذ أموال الناس ويقول تبت إلى الله ويبقي الأموال في يده، بل يجب عليه أن يعيدها إلى أصحابها إذا تعمد ذلك. وإذا أخطأ في التصرف وتسبب في إتلاف حق الغير فللغير العوض، إلا أن يعفو عن طيب نفس. كل هذه الأمور بينها. أيضا مواساة المضطرين ممن يعني شرع الله عز وجل مواساتهم، كالفقراء والمساكين
فإن الله أوجب لهم حقا في الزكاة وحث ورغب في الإنفاق عليهم من أصل المال، ورغب في الصدقة ترغيبا عظيما، حتى ترى المسلمين خاصة في هذه الليالي والأيام الفاضلة يتسابقون للإنفاق، فلو جمعت الأموال التي تنفق من أيدي المسلمين توضع في أيدي الفقراء لتعجب الناس من هذه الأموال وكثرتها. وأي نظام بشري يحمل الناس أن يخرجوا من أموالهم ويخرجوا من أرصدتهم أموالا ينفقونها في سبيل الله لا يعلمها إلا الله، لا يريدون بها ما عند الناس، وإنما يريدون بها وجه الله تبارك وتعالى. قال: ومن ذلك إلزام الناس بالمعاوضات التي تجب عليهم، فإن إلزام الناس بالمعاوضات والتسعير عليهم فيها منها ما هو ظلم محرم، كإكراههم على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباحه الله لهم، ومنها ما هو عدل. هنا أشار لمسألة وهي مسألة التسعير. التسعير هو تحديد الأسعار من قبل ولي الأمر، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه قالوا: سعر لنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: إن الله هو المسعر. فلم يسعر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر العلماء في المصالح المرسلة أنه إذا اقتضى المقام التسعير فإن الإمام يسعر يعني بعض السلع وبعض الأمور التي يعني الزيادة فيها تكون فيها ضرر، كما سعرت الآن بعض السلع كالبنزين وبعض المواد التي يرى ولي الأمر أن تسعر وأن تحدد، فإن هذا فيه مصلحة الناس وفيه حماية كما يقال للمستهلك، جاء به الإسلام قبل هذه الأنظمة البشرية التي يضعها بعض الحكام الآن سواء في الدول الكافرة أو في دول المسلمين. جاء الإسلام بحماية المسلم وحماية الحقوق، ولهذا ذكر المصنف أن من التسعير ما هو ظلم، أحيانا يتدخل في الأسعار وتحدد أسعار يكون فيها ظلم على الناس، وأحيانا يكون فيها إنصاف وعدل، مثل السلع المعروفة تشترى من الدولة مثل البترول وغيره والبنزين، فيشتريها التاجر بثمن معين ويحدد ولي الأمر ثمن بيعه حتى يكتسب هذا التاجر، ولا أيضا يترك هذا المستهلك صاحب السيارة وأصحاب الحاجات تبتز أموالهم من قبل هؤلاء، فحصل هذا الخير العظيم، وأصبح الإنسان يوقف سيارته في أي محطة ولا يحتاج إلى مفاوضات ولا يحتاج إلى طلب تنزيل الأسعار، فأصبحت الحركة سهلة وميسرة عند هذه المحطات، وفي كل محطة يكون السعر مساوي للمحطة الأخرى، حصل فيه خير عظيم للتاجر وللمستهلك وانتفع الجميع بذلك. قال: فأمثال هذه المسائل على الناس مراعاة العدل ومنع أسباب الظلم. أيضا الشارع جاء بالتكافل الاجتماعي وجاء بالموازنة بين التاجر وبين المستهلك، ولم يجعل هناك حدا للربح كما يظن البعض أنه لا يجوز الزيادة بأكثر مثلا من النصف، نصف السعر أو الربع، هذا غير صحيح، بل إن الشارع جاء بالبيع ولم يجعل حدا وسقفا لبيع السلع ولو كان بعشرة أضعافها، لكن جاء الشارع بمراعاة سعر الوقت كما يقال. فمثلا الأرض يشتريها إنسان ب100,000 ويبيعها بملايين، ففي وقت بيعها هي تساوي ملايين، فكيف يقال لا تبيعها بأكثر مثلا من 150,000 النصف أو 200,000 يعني الضعف؟ الشارع جاء بمراعاة يعني ثمن السلعة في وقتها، إذا كانت هذه عند العقلاء
وعند أهل الخبرة جاز له البيع. وأما إذا حصل هناك ابتزاز بأن بيعت السلعة على سفيه أو ضعيف أو امرأة أو صبي بسعر يزيد عن سعرها، فإنه يرجع على صاحب البيع بالغبن وبالاحتيال أحيانا إذا كان هناك صورة من صور الاحتيال كالنجس وغير ذلك من الصور. فجاء الإسلام بحماية التاجر كما يقال والمستهلك، ولم يمنع من الزيادة في السعر، وهذا رحمة من الله تبارك وتعالى، يكتسب التجار وينتفع الناس أيضا بهذه المعاوضات فيما بينهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأما ما يهذي به كثير من الناس عندما انتشرت الشيوعية وشاعت دعايتها وأثرت على كثير من أهل العلم العصريين من أنه يسوغ لأولياء الأمور أن يلزموا أهل الغنى والثروة، أي يواسوا بذلك أهل الحاجة والفقراء، وأن يفتتوا ثروتهم على أهل الحاجات، وأن يسددوا بزائد ثروتهم جميع المصالح المحتاج إليها بغير رضاهم بل بالقهر والقسر. فهذا معلوم فساده بالضرورة من دين الإسلام، وأن الإسلام بريء من هذه الحالة الشيوعية، أو هي مبدأ الشيوعية، ونصوص الكتاب والسنة على ذلك في إبطال هذا القول صريحة جدا وكثيرة، وإجماع الأمة يبطل هذا القول المنافي لنصوص الكتاب والسنة والمنافي للفطرة التي فطر عليها الله عليها العباد، والفاتح للظلمة والطغاة أبواب الظلم والشر والفساد. فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء، وقد جعل العباد بعضهم فوق بعض درجات في كل الصفات، في العقل والحمق، وفي العلم والجهل، وفي حسن الخلق وسوء الخلق، وفي الغنى والفقر، وفي كثرة الأولاد والأموال والأتباع وضد ذلك. حكم بذلك قدرا ويسر كلا لما خلق له، وأوجب على كل من أعطاه الله شيئا من هذه النعم وغيرها واجبات، حددها وبينها وفصلها، وجعل لنيل المطالب الدنيوية والمطالب الأخروية أسبابا وطرقا، ومن سلكها أفضت به إلى مسبباتها وأوصلته إلى نتائجها. وهؤلاء المنحرفون يريدون أن يبطلوا قدر الله وشرعه، ويبرروا آراءهم بشبه لا تسمن ولا تغني من جوع، ويضعون ذلك الشرع تحريفا منهم. وقد اغتر بهذه الآراء الشيوعية كثير من المعاصرين من العصريين. صلى الله عليكم. وقد اغتر بهذه الآراء الشيوعية كثيرا من العصريين، وكثر الداعون إلى هذه الطريقة الشنيعة تغريرا واغترارا، ولكن البصير لا يخفى عليه الأمر، والمعصوم من عصمه الله. وقد يروجون هذا الباطل بأن تضخم المال في أيد قليلة سبب لمفسدة الترف المفسد للأخلاق، وسبب لإثارة الأحقاد من الفقراء والمعدمين، وهذا غلط فاحش، فإن الغنى قد يكون سببا للطغيان، وقد يكون سببا للتواضع والتزود من طاعة الرحمن. وعلى فرض ما فيه من المفاسد، فإن ما حاولوه من القضاء على الثروة سبب لشرور عظيمة لا تنسب إليها أي مفسدة، وسبب لإثارة فتنة وشرور كثيرة، عكس ما قالوه. وما قالوه في زيادة ثروة المال يقال مثله في زيادة قوة الجسد وصحة البدن، فإنه قد يبعث على شرور وقد يتوصل به إلى خيرات. وهكذا كل ما أعطاه الله للعباد من المميزات والفضائل البدنية والمالية والرئاسات والأولاد والأتباع، كل ذلك لا بد منه، ولا يمكن محاولة إبطاله وصرف سنن الباري التي أجراها على عباده. والله تعالى قد كفى العباد مؤونة وأضرار الثروة بما شرعه من الحقوق المالية الواجبة والمستحبة، التي لو قام بها أرباب الأموال لكانوا من خير البرية أخلاقا وأعمالا وأشرفهم وأعظمهم اعتبارا، ولكن لما منعه أكثر الخلق ما أوجبه الله عليهم، سلط عليهم أنواع الظلمة
من ولاة ظالمين ومن فتاوى الجاهلين المتجرئين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. واعلم أن الشبهة التي تثار لنصر واعلم أن الشبهة التي تثار لنصرة الكل باطل إذا فرض صحة بعضها، فإنها نظريات ضئيلة جدا ونظر خاص قاصر، حيث نظروا جزئيا وملاحظة جزئية وعموا عن الأصول التي تبنى عليها الأحكام، ويعتبرها الشرع وتتولد عنها المصالح الكلية وتنغمر فيها المضار الجزئية، وتوافق الشريعة والفطرة، وتدع الخليقة هادئة والأسباب قائمة والارتباط بين الناس قائما، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. نبه المصنف رحمه الله بعد أن ذكر النظام العظيم الذي شرعه الله لعباده في المال، نبه على ما شاع في القرن الماضي، والشيخ رحمه الله أدرك الدعوة للشيوعية وما كان يروج لها في ذلك الوقت، فإن القرن الماضي نشأ في الغرب والشرق مذهبان اقتصاديان متضادان، وهما الشيوعية والرأسمالية، وكل من النظامين من الأنظمة الكافرة التي جاءت بمعارضة الشرع. فالشيوعية تدعو إلى إشاعة الأموال وعدم التملك، وأنه ليس لأحد أن يتملك، فكل ما زاد عن حاجة الإنسان ينبغي أن ينفق في المصالح بحيث يتساوى الناس في المكاسب وفي الأموال. قالوا لأن وجود الثروة في أيدي الأغنياء فيه فساد عظيم، فلا بد من إشاعة المال. ولهذا لما قامت الدول الشيوعية على هذا النظام منعوا من التملك ومنعوا من وجود يعني أثرياء، ثم أفضى إلى فشل ذريع، وسقطت الشيوعية سقوطا ذريعا بسقوط أقوى دولة كانت قائمة على هذا النظام وهي الاتحاد السوفيتي، وأدرك الناس فشل هذا النظام، كما سقطت بعضها الرأسمالية وهي في مقابل هذا النظام. والرأسمالية تدعو إلى تكتل الأموال في أيدي طبقة من الطبقات، وهؤلاء أرادوا أن تكون الأموال في أيدي الأغنياء واستغلوا الفقراء، وأولئك أرادوا أن يقسموا الأموال على الجميع، وكل من النظامين فاشل. الإسلام جاء بالتوسط، فلم يمنع الأغنياء من التملك، ولم يحرم الفقراء من الحق الذي يجب لهم في أموال الأغنياء، فجاء بالزكاة التي لا تعرفها الشيوعية ولا الرأسمالية. ولهذا النظام المالي في الإسلام فيه رحمة وخير للتجار والأغنياء وللفقراء والمحتاجين. وذكر الشيخ أن هؤلاء دعاة الشيوعية ينكرون التباين بين الناس، فإن الله لم يخلق العباد على درجة واحدة. بعض الناس لديه فطنة وذكاء واجتهاد ونشاط وعمل وحصل الأموال، وبعضهم لديه كسل وعدم عناية بجمع المال، فكيف يساوى هذا بهذا؟ يعني هذا بذل وتعب وهذا لم يفعل. ولهذا سادت البطالة في الشيوعية، وأصبح بعض الناس لا يعمل ما دام أنه سيحصل المال من غير جهد، فضاع الناس بسبب هذا الأمر. وكذلك الأغنياء لم يتوسعوا في تجارتهم، لأنهم يعرفون أن كل ما زاد عن الحاجة سيؤخذ منهم، فكسدت سوق التجارة وضعف الناس عن العمل، وساد تلك الدول بطالة، وأصبحوا في حزن وفي ألم. وأذكر مرة كنا في دولة شيوعية قبل سقوط الاتحاد السوفيتي مع أحد الزملاء، ولاحظنا في سائق التكاسي، أنك تصعد مع سائق التاكسي
ولا ترى أن هذا كأنه إنسان، وإنما كأنه آلة متحركة، لا ترى الابتسامة في وجه أحدهم، تكلمه لا يرد، وإذا أردت أن تمازحه تضحكه لا يبتسم، وكأنه قطع من صخرة. فسألنا عن هؤلاء، قال هؤلاء يعيشون بلا أمل في الحياة، لأنه يعمل ويأتي بهذا المال ويعطى مقدار قوته وبقية المال تذهب، فيعيشون في هم وفي حزن وفي ألم، ولا يجدون لذة لهذه الحياة ولا طعم لها، ولهذا عاشوا في هذا الحزن وفي هذا الألم. بخلاف الآن المسلم عندما يكتسب يعرف أنه حصل كسبا ينتفع به في صدقة، ينفق على أولاده، يدخر شيئا ينفعه في وقت حاجته، فإذا كافأته يعني تجد لهذا أثرا في نفسه. وأما هؤلاء حتى لو أعطيته شيئا زائدا عن أجرته لا يفرح به، لأنه يعلم أنه لا ينتفع به. فهذا النظام هو الذي أفسد تلك الدول، ولهذا سقطت أنظمة الشيوعية في تلك الدول وفشلت فشلا ذريعا، وكذلك تبين فشل النظام الرأسمالي الذي يسعى لتكريس الأموال في أيدي طبقة وترك الناس فقراء. وأما الإسلام فجاء بهذه الرحمة، انظر إلى المودة بين الأغنياء والفقراء، فهذا يعطف على الفقير بماله، والفقير يدعو بقلبه وعينه تدمع فرحا ومحبة لمساعدة أخيه، ويدعو له بالخير والبركة. هذه المودة لا تعرف في الشيوعية ولا في الرأسمالية، وإنما في الرأسمالية يقتل الأغنياء كما هو معروف، ولهذا كل تاجر معه جمع من الحرس يحرسونه خشية أن يعتدى عليه من أولئك الفقراء الذين ظلموا ونهبت أموالهم، فينتقمون لأنفسهم بقتل الأغنياء. والشيوعية يعيشون بلا أمل لأنه ليس لديهم تملك. وأما نظام الإسلام جاء بهذا التكافل وبهذه المودة وبهذا الإحسان، وهذا هو حكم الله، فكيف يقارن بهذه الأحكام البشرية الظالمة التي قامت على جهل وعلى بعد عن الفطرة وعن مبادئ حتى العقل، كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه حتى في العقل الآن الناس يتفاوتون في قواهم، فهذا قوي وهذا ضعيف، وهذا يرزق ذرية وهذا لا يرزق الذرية، وهذا يعطى جاه ومنصب والآخر لا يعطى، كل ذلك بحكمة الله تبارك وتعالى. وهذه العطايا التي أعطاها الله عز وجل، أعطى ومنع، كل ذلك ابتلاء من الله ليبتلينا هل نؤدي شكر هذه النعم، فهل يصبر الفقير على فقره ويشكر الغني على إنعام الله عز وجل. ولهذا عندنا يتسابق نحن معشر المسلمين، يتسابق اثنان إلى الجنة، كلاهما يسعى إلى الجنة، حتى تحير العلماء من الأفضل، هل هو الغني الشاكر أم الفقير الصابر. فبعض العلماء كان يحب الفقر، يقول لأن المال يحاسب عليه، ويقول أن الأغنياء أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. وبعض الناس يفضل الغنى، يقول لأن فيه بذل وإحسان، والعبادة المتعدية أفضل من العبادة المقتصرة. فهناك تسابق بين الغني وبين الفقير، وهذا كله ينعكس على حياتهم في هذه الدنيا، وأن بينهم تواد ومحبة ورحمة، وبينهم تكافل، كما ترون هذا التكافل العظيم في مثل هذا المسجد، يجتمع المسلمون على موائد الإفطار، يفطرون، يأكلون من طعام واحد، الغني والفقير، بل ربما قام الأغنياء والأثرياء على رؤوس الفقراء يسقونهم القهوة والشاي ويقدمون هذه الوجبات. ما الذي جعل هذا الغني يعني في وقت أمس ما يكون للقمة
يبدأ بها فطره ويسد جوعه ويروي عطشه، وإذا به قائم يطعم الناس، وإذا قيل له كل قال بعد ذلك. ما الذي جعل هذا الغني بهذه الأخلاق؟ أي نظام بشري يأتي بهذا الأمر وهذا الفقير يأكل ويطعم وهو يدعو يرفع يديه لله عز وجل يدعو لنفسه ولأخيه بالخير والبركة؟ أي نظام بشري يأتي بهذا التكافؤ وبهذا التواد وبهذا التراحم وبهذا الحب العظيم الذي يسود في هذا المجتمع؟ فإذا هذا النظام أو هذا التشريع الذي شرعه الله عز وجل لعباده في هذه الأموال وفي نفقتها لا يمكن أن يوازيه ولا يقارن به نظام شيوعي ولا رأس مالي. ولهذا تلاحظون الآن المسلمين وجريان الأموال في أيديهم، مع أن دولهم لا تمتلك الكثير من التقنية والاختراعات، ولهذا تجدهم أغنياء وأولئك ملكوا هذه الأمور وهم فقراء، وكثير منهم ينتحر ويتخلص من هذه الحياة، وأما هذا لا يوجد في الإسلام. فهذه من رحمة الله عز وجل أن شرع لنا هذا الدين وشرع لنا هذا التكافل في الأموال وفي غيرها، فنحمد الله عز وجل على ذلك ونسأله أن يديم علينا هذه النعم وأن يثبتنا على طاعته. وهذا الدرس هو في اليوم 29 من هذا الشهر العظيم، شهر رمضان. فإن تم شهرنا بهذا اليوم فسنتوقف عن الدروس ونستأنف إن شاء الله في شوال، في بداية شوال، إما في السادس أو السابع يعلن عبر الرسائل في الجوال. وإن تم الشهر 30 فدرسنا غدا سيكون في موعده بعد العصر، وأما الدروس في شوال فسنرجع إلى وقتنا السابق قبل رمضان، وهي أن تكون الدروس بعد المغرب. وسنستمر في دراسة كتابنا مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. وبهذه المناسبة فإني أحمد الله إليكم ونسأل الله عز وجل أن يوزعنا وإياكم شكر هذه النعم التي أنعم الله بها ربنا وخالقنا ورازقنا علينا من صيام هذا الشهر وقيامه. وإني أحس وأرغب إخواني في استشعار هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الهداية لهذا الدين. هدانا الله للإسلام وهدانا للإيمان وعلمنا القرآن ورزقنا تلاوته وعصم سجودنا وجوهنا أن تسجد لغيره، وهدانا لعبادته وسلمنا لصيام شهرنا وأعاننا على صيامه وقيامه. فهذه شكر نعم عظيمة تستوجب الشكر، فنحمد الله على هذه النعم ونسأل الله عز وجل المزيد من فضله، ونستغفر ربنا ونتوب إليه من تقصيرنا ومن ما تحتف به أعمالنا من التقصير. فأعمالنا محفوفة بالتقصير، محفوفة بالنقص، ولكن الطمع في فضل ربنا فهو الشكور الودود، هو الذي أنعم علينا بالعمل، وهو الذي نؤمل ونرجو رحمته وقبوله من غير حول منا ولا قوة. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يرى أن قول الله عز وجل كل يعمل على شاكلته، أن هذه هي أرجى آية من كتاب الله، يقول لأن شاكلة الرب الغفر والصفح والرحمة، وشاكلة العبد الذنب. فنحن نؤمل من ربنا المغفرة والرحمة والقبول لأن شاكلتنا الذنوب والتقصير والعجز والضعف، وشاكلته العفو والصفح والرحمة ومضاعفة الحسنات.
فنسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ما وفقنا إليه من العمل، وأن لا يكلنا في مستقبل أمرنا لجهدنا وحولنا وقوتنا، وأن يرزقنا شكر هذه النعم. وأوصي إخواني في تمام هذا الشهر أن نستشعر نعمة الله أن وفقنا لصيام الشهر ولقيامه، وهدانا لكثير من الصالحات من غير حول منا ولا قوة. كثير من المسلمين يتمنى ما فزتم به وما وفقكم الله إليه من الصلاة في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم وإدراك رمضان، أتممتم صيامه وقمتم لياليه وهداكم لكثير من الأعمال الصالحة. بأي شيء نال المسلمون هذا الأمر؟ بفضل الله وبرحمته وبتوفيقه وبهدايته، وإلا في الإنسان قد يريد الشيء ولا يمكن منه، وقد لا يجعل الله فيه إرادة لعمل الخير كما يحصل من بعض المسلمين. فمن وفقه لهذا الخير فعليه أن يحمد الله ويثني على الله بما هو أهل، لأنه هو الذي هدانا وهو الذي وفقنا وهو الذي سلمنا في أبداننا وسلمنا في إراداتنا وقصدنا، وقوانا على الصيام وعلى القيام وعلى تلاوة القرآن، ونحن نؤمل منه كما وفقنا لهذا الخير أن يتقبل منا. ونستشعر أن عبادة الخلق منذ أن خلق الله الخليقة إلى هذا الوقت لو جعلت في كفة ما أدت شيئا من نعم الله تبارك وتعالى علينا. والله لو أن نظرنا إلى عبادة الملائكة والإنس والجن ما استطعنا أن نؤدي حق الله علينا في رحمته وفي لطفه بنا، فإن الله عز وجل صفاته عظيمة، لو أن استشعرنا صفة واحدة من صفات الله ما استطعنا أن نؤدي حق الله في عبادته، لأن العبادة ترجع إلى مشهدين، مشهد الكمال ومشهد الإحسان. مشهد الكمال وهو كمال ربنا بصفاته وعظمته وجلاله، ما الذي أدينا من عظمة الله عز وجل من شكر الله من عبادة الله من إجلال الله تبارك وتعالى وتعظيمه؟ لم نؤدي شيئا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. انظر إلى العلم، علم الله عز وجل السابق بالمخلوقات قبل وجودها وعند وجودها وما تستقبل من أيامها، كل ذلك علمه الله، لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء. فأين نحن من هذه الصفة؟ هل راقبنا العليم الحكيم في عبادتنا وفي إخلاصنا وفي سائر أحوالنا؟ لم نؤدي حق ربنا علينا ولو كان في صفة واحدة، فكيف بصفات الكمال وكيف بصفات الإحسان؟ هو اللطيف، هو الشكور، هو الودود، أنزل علينا القرآن وبعث لنا خير رسله وهدانا للإيمان وثبتنا عليه بعد أن حاد كثير من أهل هذا الجنس من جنس بني آدم، منهم من يعبد الأبطار ومنهم من يعبد الأشجار ومنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الشيطان، وأنتم هداكم الله لعبادته وعصمكم من الشرك. هذه نعم عظيمة. ونسبة أهل الجنة في أهل النار كشعرة البيضاء في الثور الأسود، وكما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمن من الله عليه بهذا الدين فليحمد الله، لأن الإنسان لا ينال هذا بجهده ولا بحوله ولا بعقله ولا بذكائه، بل بتوفيق الله. ثم من علينا بهذه النعم وهذا الخير الكثير وهذه العبادة التي وفقنا إليها، سلمنا أبداننا وأعاننا على العبادة ووفقنا لذلك، فلنحمد الله ولنلهج
بحمده وذكره وتكبيره وتعظيمه، لأنه هو المنعم الحقيقي، ونحن ما أدينا شيئا من حق الله تبارك وتعالى علينا، وما أدينا حق نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى علينا. فعلينا أن نستشعر هذه النعمة، وعلينا أن نواصل العبادة. من وفقه الله للقيام فليحرص على القيام بعد رمضان، وبئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. علينا أن نداوم الصدقة، علينا أن نداوم قراءة القرآن، إن لم يكن بالمقدار الذي في رمضان فلا أقل من الإبقاء على جنس العبادة، بحيث تقرأ في كل يوم ما كتب الله لك من القرآن وتتصدق. وكان بعض السلف يحب أن يتصدق في كل يوم ولو بشيء يسير، وتجعل لهذا الليل منك نصيبا في قيامك بين يدي الله كما كنت في رمضان. وكذلك يحرص على ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صيام 6 من شوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كأنما صام الدهر، لأن صيام رمضان شهر بعشرة أشهر، ويبقى من السنة شهران، فإذا صام 6 أيام كل يوم بعشرة أيام، 6 أيام ب60 يوم، فتم الدهر. فيرغب في هذا، ولا تبالوا ببعض المخذولين الذين يثبطون الناس عن صيام 6 من شوال ويقولون أن هذا غير مشروع. هؤلاء غير موفقين، ومن الناس من خذل خذلانا عظيما، من الناس من يدعو الناس إلى ترك صلاة الجماعة، ومنهم من يدعو إلى ترك صيام 6 من شوال، ومنهم من يريد صرفهم عن السمع والطاعة لولاة الأمر، منهم من يريد صرفهم عن بر الوالدين. هؤلاء أعوان للشيطان يريدون صرف المسلمين عن أبواب الخير. فعلينا أن نعلم أن هذه سنة ثابتة حرص عليها السلف امتثالا لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ويحرص المسلم بعد شوال أيضا أن يصوم من كل شهر 3 أيام، وهذا أيضا يعدل صيام الشهر، يعدل صيام الشهر. إذا صمت 3 أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر. وأنبه أيضا إلى أن 6 شوال لا ينبغي أن تدخل في صيام 3 أيام من كل شهر، لأن صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وصيام رمضان مع 6 من شوال صيام الدهر مرة أخرى. فمن لم يصم من شوال إلا 6 أيام لم يتم ما جاء في الحديث الآخر. فعلينا أن نصوم 3 أيام من شوال هي التي تصام في كل شهر، ونصوم 6 شوال متممة لصيام رمضان تعدل صيام الدهر. وهكذا يحرص المسلم على الذكر وقراءة القرآن والاستغفار ومداومة الطاعة، لأن العدو الآن منهك، الشيطان أنهكه المسلمون بالاستغفار والقيام والصيام، وهو ضعيف، وإذا تركنا له الفرصة أن يستعيد قواه ويجلب علينا بخيله ورجله رجعنا إلى ما كنا عليه. وإذا تقوينا عليه بالعبادة بعد العبادة ومتابعة الطاعة بعد الطاعة، فإن هذا مما يخنس به الشيطان ويقوى به المؤمن. وما أجمل أن يواصل الإنسان العبادة من رمضان إلى رمضان، فيأتي عليه رمضان القادم وهو على نشاطه الأول، ثم يرتفع درجات إلى أن يلقى الله وهو في أفضل المنازل. نسأل الله التوفيق الجميع، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صيام رمضان وقيامه، وأن يتقبل منا نفقاتنا، وأن يتقبل منا قراءتنا وذكرنا وعبادتنا، وأن يمن علينا بالاستقامة على طاعته بعد رمضان، وأن يمن علينا بالقبول يجبر كسرنا ويجبر تقصيرنا، ويمن علينا بفضله هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك
على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سال يقول: هل يجوز للإنسان أن يقسم ماله في حياته على ورثته، وبأي طريقة تتم ذلك؟ هذا لا ينبغي، وإن كان يفعله بعض التجار وبعض الأثرياء. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قسم المال على أولاده لا يدري من الذي يسبق موته ومن الذي يتأخر، فلربما مات بعض الأبناء قبل أبيهم، وهذا الذي مات قبل أبيه والده يرثه ولا يرث والده، فبعد ذلك إذا مات هذا الابن انتقل المال إلى ورثته وهم لا يستحقون ذلك. وأيضا فإن الأغنياء قد يحتاج بعضهم لماله فيكون قسمه يتحسر عليه، فينبغي أن تترك هذه الأموال على ما شرع الله عز وجل في قسم الميراث بعد الموت. ومن كان له مال كثير وأوقف بعضه على أولاده بعدل يجعل للإناث وللذكور لكل نصيب كما شرع الله، هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما يسمى بالسوق المفتوح هل يعد من الرأسمالية؟ لا، إذا كان هناك يعني تجارة، يعني ما يسمى بالسوق المفتوح وهو أن بعض السلع تباع يعني في ما يسمى بالسوق السوداء أو المفتوح، يعني أنها لا تخضع لبعض الأنظمة التي تكون في المحلات التجارية، هذا مما شاع في كل بلد، مما قد تكون أيضا بعض البضاعات وبعض الأشياء ليست في جودة ما يباع في المحلات التجارية، هذا عرف الناس أن هذه الأسواق لها وضعها ولها خاصيتها، فإذا تم التراضي بين البائع والمشتري فلا بأس بذلك، لكن قد يؤخذ على هذه إذا لم يأذن بها ولي الأمر فإنه يمنع من كل ما يمنع منه ولي الأمر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن إخوة لنا إرث وقد وزعناه بيننا، ولنا أخت صغيرة لم تتزوج، فأردنا أن نعطيها زيادة على ذلك لأن أبينا قد ساعدنا في حياته ومات قبل أن يساعدها، فهل في ذلك حرج؟ إذا أعطيتم أختكم من مالكم فجزاكم الله خيرا، وهذا من الإحسان من الإخوة. إذا أعطيتم أختكم فهذا من الإحسان لأختكم ومن التكافل ومن الرحمة، وهذا الذي ينبغي أن يكون، فجزاكم الله خيرا. يعني ما أعطيتم لأختكم أو لبعض إخوانكم المحتاجين فإن هذا من الإحسان، وهذه من البركة في المال أن يتصدق المسلم ويتصدق الإخوة فيما بينهم والأقارب فيما بينهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من انتسب للأحزاب كالشيوعية والرأسمالية ويسعى في نشر مذهبهم بين المسلمين علما أنه مسلم؟ هذا خطير. إذا كان ينتسب للشيوعية انتسابا اعتقاديا هذا كفر، وإذا كان ينتسب للرأسمالية انتسابا اعتقاديا ويرى أن هذه الأنظمة أفضل من الشرع فإن هذا كفر. وإذا كان هذا لجهل ويدعو لهذه الأمور وهو لا يعرف خطورتها ولا يعرف أنها مخالفة للإسلام فهذا جاهل ينبغي أن يعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلزم أن أخرج الزكاة بنفسي أم أعطيها للجمعية فهي أعرف بمن يستحقها؟ الأولى أن يقوم الإنسان على إخراج زكاته بنفسه، والجمعيات أنا لا أشكك في الجمعيات، ولكن أقول الجمعيات ليست على درجة واحدة في الضبط، فأحيانا قد يحصل تأخير الزكاة وقد يتصرف فيها، وهذا بحسب العاملين في الجمعية، وقد يكون بعض القائمين على الجمعية من الموظفين الكبار أهل أمانة وصدق، ولكن تعرفون التدرج الوظيفي في أي مجال
قد يصحب نوع خلل من بعض الموزعين أو بعض المراسلين أو غيرهم فيؤدي هذا إلى تعطيل الزكاة وتأخيرها. فأنا أقول إذا تأكدت أن الجمعية توصل وتابعت الأمر فلا بأس، وإذا لم يكن كذلك فاحتط لإخراج الزكاة بنفسك أو بأن توكل غيرك من أهل الأمانة والثقة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا معتمر ولا أعلم من الفقير لكي يعطيه الزكاة، فهل يخرجوها عني في بلادي؟ إذا كنت في هذه البلاد فالأولى أن تخرج الزكاة في الوقت الذي يأتي يوم العيد وأنت فيه، ولكن لا بأس إذا كان أهلك في بلدك واتصلت بهم وطلبت منهم أن يخرجوا الزكاة فإن هذا يعني لا بأس به. وأما قولك أنك لا تعرف الفقراء فاسأل أهل البلد الذين يعرفون الفقراء وهم لا يخفون. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أولادي بعضهم قد تزوج ويعيشون في مدينة أخرى، فهل لي أن أخرج الزكاة عنهم؟ ويقول: وهل الخادمة أو السائق أن أخرج عنهم وتكون واجبا على الكفيل؟ الزكاة تجب على كل بالغ، وإذا كان الأولاد قد استقلوا ببيوتهم ولهم نفقة يخرجون الزكاة بأنفسهم، ولكن إذا تبرأت بإخراجها عنهم وعلموا ذلك وأقروك لا بأس. أما أن تخرج عنهم من غير نية وهم لا يعرفون ذلك ولم ينوا إخراج الزكاة هذا لا يجزئ، لكن تخبرهم، فإن وكلوك أو تبرعت وأخبرتهم فإن هذا يجزئ. وكذلك السائق والخادمة إذا كانوا ممن تنفق عليهم فتخرج الزكاة عنهم، وإذا كان نفقتهم على نفقتهم على حسابهم فهم يخرجون الزكاة عن أنفسهم، والأمر واسع. فإن خيرتهم واختاروا أن يخرجوا الزكاة أخرجوها عن أنفسهم، وإذا أخرجت عنهم فلا بأس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلزم الأولاد دفع الزكاة للأب؟ لا الزكاة لا تعطى للأب ولا للإبن، لا تعطى للأصول ولا للفروع. أحسن الله إليكم. هذا سائل وكثرة الأسئلة حوله: ما مقدار الزكاة بالريال السعودي؟ الزكاة زكاة الفطر طعام، يخرج صاعا من طعام ولا ينبغي أن تخرج بالمال، وقيمة الصاع بحسب نوع الحبوب، فهذا الذي يحدده التاجر. تذهب تشتري الأرز وهو أنواع كثيرة، والحبوب الأخرى وهي أنواع كثيرة، وكل نوع له سعره، وينبغي للإنسان أن يخرج زكاته مما يأكل. فإن كنت تأكل نوعا معينا وهو سائد في البلد فأخرج منه، تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، ولا تأخذ الرديء وتخرجه، وإن أخذت من أجود ما يكون فهذا فضل وإحسان. نعم. أحسن الله إليكم. للسؤال السابق يقول: أختنا الصغيرة تريد أن تأخذ حقها من الإرث فوق ما شرع لها، لأنها تحتاج أن أبونا قد ساعدنا ولم يساعدها. إذا كان الوالد أعطى الذكور والأولاد شيئا خصهم به من غير حق لهم، وإنما ميزهم لأنهم ذكور ولم يعطي البنت، فإن هذا من الظلم والحيف. فإذا أعطيتم شيئا بغير حق غير الميراث فيجب أن تجمعوا هذه الأموال وأن تقسموها قسمة الميراث، وتأخذ أختكم نصيبها من هذا الأمر، وهذا يكون فيه التخليص لوالدكم من الظلم، لأن إعطاء بعض الأبناء وترك البنات بغير حق هذا ظلم.
وتخليص الوالد من الظلم بإعادة الحقوق لأصحابه. وإذا أقرت ما فعل والدها فليس عليكم شيء، لكن إذا طالبت يجب عليكم أن تعيدوا لها حقها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كلما رأيت المحسنين يبذلون للمحتاجين خاصة في رمضان ورأيت أني لا أملك ذلك، دعوت لهم بالتوفيق والسداد، فهل فعلي صحيح وماذا أفعل لكي أساويهم؟ جزاك الله خيرا وبارك فيك، وهذا دليل خير أن المسلم يرغب في الخير. ولهذا جاء في الحديث يعني أن الرجل لا يملك مالا ويرى صاحب المال يقول: لو كان لي مال لفعلت كما فعل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهم في الأجر سواء. وآخر يرى مبذر مسرف في المال يقول: لو كان لي مال لفعلت مثل فلان، فهما في الإثم سواء. وهذه الصورة التي تسأل عنها سأل عنها الصحابة فقراء المهاجرين، فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن لإخواننا أهل الدثور والأموال لهم فضل أموال، فيتصدقون يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يتصدقون وليس لنا ما نتصدق به. ذهب أهل الدثور بالأجور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما تسبقون به من قبلكم وتسبقون به من قبلكم وتدركون من سبقكم؟ قالوا: نعم. قال: تسبحون الله وتكبرون الله وتحمدون الله، وأرشدهم إلى الذكر بعد الصلاة وفي غيرها. فرجع هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء ما قلت، فقالوا مثل ما قلنا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انظروا إلى التنافس، ما كانوا يتنافسون على الدنيا، ما جاءوا يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم بعض إخواننا لهم أموال ومزارع ويتنزهون فيها ولديهم أطعمة، إنما غبطوهم على الصدقة. الآن لا نغبط، يغبط بعضنا بعضا على الصدقة، يغبط بعضنا بعضا على الدنيا، المراكب والمساكن والأثاث. هذا الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنه. وهذا الأخ الذي سأل فيه شبه من الصحابة رضي الله عنه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن المسلم إذا عبد الله هداه الله عز وجل، فإذا رأى الغني ينفق تمنى أن يكون مثله ودعا له بالخير فيرجى له خير، ونسأل الله عز وجل أن يغنيه بفضله وأن يوفقه للنفقة وأن يبارك فيه وأن يكثر في المسلمين من ينافس في هذا الخير وفي هذا الحرص على طاعة الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا سهل، يقول: إذا أخرجت زكاة عن أخي وأمي هل يجب أن أخذ المال منهم، وهل يجوز أن أخرج أكثر من صاع عن الفرد؟ السؤال الأول ما هو الشيء؟ يقول: إذا أخرجت الزكاة عن أخي وأمي هل يجب أن أخذ المال منهم؟ إذا كنت تنفق على أمك وعلى أخيك إذا كان صغيرا فالنفقة فالزكاة تجب على صاحب النفقة، وأما إذا كانوا أغنياء وأنت فقير وأعطوك قيمة الزكاة فأخذتها ولا بأس. لكن ليس من البر أن تخرج الزكاة عن أمك وتقول أعطيني يعني قيمة الزكاة، وكذلك عن الأخوة شيء يسير. فإذا كنت تنفق عليهم وأخرجت الزكاة عنهم فهذا يجزي، وهذا الذي ينبغي. الزكاة إنما تكون على من يقوم بالنفق. هل له إخراج أكثر من صاع؟ أما إخراج أكثر من صاع هذا له أحوال، إذا كان وسوسة وشكوك هذا لا يجوز. بعض الناس يقول: لا، الصاع ما يكفي أزيد، وهذا لا يجوز، لأن هذا فيه زيادة ووسوسة وكأنه استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان من باب الإحسان يقول: أنا أريد أن أخرج الزكاة وأحسن للفقراء بأن أعطيهم شيء يعني يزيد عن الزكاة، فهذا خير وجزاه الله خيرا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لي أن وزع الزكاة عن شخص واحد على عدة مساكين؟ لا، الزكاة إذا كانت لشخص لا توزع على مساكين. مثال ذلك صاع، والصاع الآن يقدر بثلاثة كيلو، فلا توزع هذا الصاع إلى ثلاثة كيلو إلى ثلاثة أقسام، كل قسم كيلو وتعطي كل فقير جزء، لأن الصاع يعطى لفقير، ولك أن تعطي الفقير أكثر من صاع، لأن هذا لا يمنع منه، ولكن لا توزع هذا الصاع توزعه على الفقراء، وإنما تعطيه فقيرا واحدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: زوجتي كانت نصرانية ثم أسلمت والحمد لله، ولها بنت صغيرة وهي تعيش عند أبيها النصراني، هل عليها زكاة؟ أعيد السؤال. أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي كانت نصرانية ثم أسلمت والحمد لله، ولها بنت صغيرة تعيش عند أبيها، فهل عليها زكاة؟ البنت مسلمة؟ عند أبيها النصراني. لكن البنت مسلمة ولا لا؟ السؤال فيه إجمال. إذا كانت البنت مسلمة نعم تؤدى الزكاة، تزكي عنها أمها أو من يقوم على النفقة على أمها، لأن إذا كانت عند أب نصراني هذا معروف أنه غير مسلم، ويعني لا لن يؤدي عنها هذا الشيء، فإذا كانت هذه مسلمة يزكى عنها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: البنت نصرانية، نصرانية ما تؤدي الزكاة عنها، لأن هؤلاء النصارى كما ذكرنا يختلف العلماء في مخاطبتهم بفروع الشريعة، فلا بد من دخولهم في الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي صيام الست من شوال ثاني أي يوم من العيد؟ نعم يجوز صيام يوم العيد، لا يجوز وهو اليوم الأول. بعض الناس يظن العيد ثلاثة أيام، هذا غير صحيح، العيد هو اليوم الأول وهو أول يوم من شوال، واليوم الثاني يجوز للإنسان أن يبدأ في صيام الست. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مسرف وأذنبت على نفسي، فكيف لي أن أغير من نفسي من الأسوأ إلى أحسن من المعاصي إلى التقرب إلى الله؟ أقول: هذا وقت التوبة ووقت العبادة، فتوب إلى الله عز وجل، والله عز وجل غفور رحيم. يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فتوب إلى الله وأصدق الله في التوبة، واندم على ما مضى، وأقبل على عبادة الله وأبشر بخير. فليس بينك وبين التوبة حجاب، ولا يستطيع أحد أن يقول لك إن الله لا يتوب عليك. ربك يدعوك للتوبة ووعدك بالمغفرة، لكن احذر أن يأتي عليك الأجل، فإذا جاءت ساعة الغرغرة رفعت التوبة، إذا طلعت الشمس المغربية رفعت التوبة، أما الآن معك أن تتوب إلى الله وترجع تستشعر هذا المصير الذي ستقدم عليه، لأن الإنسان لا يدري متى يموت. لو كان الإنسان يدري متى يموت الأمر سهل، يقول أنا أتوب قبل الموت، لكن لا يدري الإنسان قد تكون ساعته هذه آخر ساعة في حياته. فمن أحب أن يموت على الإسلام فليلزم الإسلام في كل وقت، لأن الأجل لا تدري متى يكون، فداوم على طاعة الله واحذر من سخط الله. وأنتم تسمعون القرآن في هذا الشهر بتلاوة الأئمة، وتسامعتم الوعد والوعيد، سمعتم النار وعذابها، وأنه لا طاقة لأحد على هذه النار والعياذ بالله، بل نار الآخرة فضلت على نار الدنيا بسبعين ضعف. قال الصحابة: أما إنها كافية، لو كانت نار جهنم كنارنا تكفي، لكنها فضلت عليها بسبعين ضعف. من يطيق الآن أن يضع يده في فرن من أفران الدنيا؟ بل الخبز الآن يخرجه الخباز من التنور ما نستطيع أن نقبض عليه بأيدينا، ما نستطيع، لأن ضعاف، هذا الإنسان ضعيف في كل شيء، ما لك قدرة ولا لك جلد على سخط الله. والإنسان الذي يعرض نفسه للمعاصي
يعرض نفسه للعقوبة. فإذا كنت تقوى على نار جهنم نعم، وإذا كنت تعلم أنه لا قدرة لك ولا صبر لك على النار فالزم طاعة الله عز وجل، وهذه الطاعة ميسرة وسهلة بحمد الله. كل ما تقربت إلى الله زادك قربة حتى تصبح العبادة لذة لك تتلذذ بها. كما تلاحظون المسلمون في هذه الليالي، هل ترى هؤلاء المصلين فيهم عبوس وفيهم حزن وألم، أم أن ابتسامتهم دائمة؟ يصلون ويصومون وفيهم ابتسامة. من أين جاءت هذه الابتسامة؟ لذة العبادة. وانظر إلى أصحاب المعاصي في معاصيهم، هل تجد أن أصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب فيهم ابتسامة؟ تجد عليهم بؤس وشقاء والعياذ بالله. فهذه العبادة لذة العبادة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: في الدنيا جنة، من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا عبادة الله، تلذذ بمناجاة الله، تلذذ بقراءة القرآن، تلذذ بصيام الشهر. عندما يتم الشهر وأنت أتممت الشهر وقمت الشهر، تصدقت، قرأت القرآن وختمت القرآن كم مرة، هنا اللذة العظيمة. قهرت الشيطان وحملت النفس على طاعة الله وآثرت السهر على النوم والعبادة والنصب على الراحة، هذا الانتصار العظيم على النفس وعلى الشيطان له لذة كالانتصار على العدو. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من كان ينظف سلاحه ثم قتل ابنته بالخطأ ماذا عليه؟ عليه الدية وعليه صيام شهرين متتابعين، عتق رقبة إن وجد أو صيام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا صليت أمام الإمام علما أنني مقتدي به، فهل صلاتي صحيحة وهل أؤثم بذلك؟ الصلاة يعني أمام الإمام لا تصح، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والذي يتقدم على الإمام كيف يأتم به؟ كيف يأتم به؟ لا يمكن. إنما يأتم بالإمام من هو خلف الإمام، ويأتم به من هو خلف الصفوف. أما الذي يتقدم على الإمام، الصفوف تكون قبل الإمام، بأي شيء يقتدون، يلتفت وراءه ينظر، فلا يتم الاقتداء بالإمام إلا بأن يكون الإمام أمامك أو أن ترى الصفوف. والعلماء قالوا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا الآن الذي تقدم أمام الإمام بأي شيء يقتدي ما يسمع إلا الصوت، فلو حصل الإمام سهو أو خطأ في الانتقال ما يشعر به ولا يدري. ولهذا قال أهل العلم أن التقدم أمام الإمام مبطل للصلاة، ومن صلى أمام الإمام فعليه أن يعيد الصلاة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم.